السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة إعادة ضبط المصنع للهاتف هواوي Y62. طريقة إعادة ضبط المصنع ديت بنستخدمها لما يكون الهاتف مقفول بنمط أو كلمة سر. مشاكل الطريقة ديت إن هي بتحذف أي حاجة موجودة على الذاكرة الداخلية للهاتف. المشكلة التانية إن هي بتوقف الجهاز على حساب جوجل، وإن شاء الله نقدر نتخطى حساب جوجل عن طريق الفيديوهات أو في آخر الفيديو على اليوتيوب. أول حاجة بنعملها بنقفل الجهاز خالص، وبعدين بنضغط على زر رفع الصوت وزر الباور الاتنين مع بعض ضغطة مطولة. أول ما شعار واو بيظهر بنشيل ايدينا من على زر الباور وبنفضل ضاغطين على زر رفع الصوت. اول ما بتظهر شاشة الريكفري اللي هي الشاشة اللي قدامنا ديت بنشيل ايدينا من على كل الزراير، بنختار اختيار ويب داتا فيكتور ريسيت، بنضغط على الاختيار ده تاني وبنضغط على الاختيار للمرة التالتة. بنضغط على أول اختيار Reboot System Now علشان الجهاز يعمل إعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة ونضغط التالي، بنختار البلد ونضغط التالي، تخطي، متابعة، وافق، التالي، بدء. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار، اي مشكلة، طرق التواصل اسفل الفيديو.